السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في قناة زي باستري. اليوم هنقدم لكم حلوة سهلة وزوينة لا مذاقا ولا شكلا، ما غاديش ندموا عليها. ما نطولش عليكم، ندوزو المقادير وطريقة التحضير على بركة الله. عندنا 125 غرام ديال الزبدة، 50 غرام ديال البسكوي مطحون. انا استعملت هاد لا مارك، بامكانكم تستعملوا اي مارك عندكم. 40 غرام ديال المايزينا، 50 غرام ديال السكر بودره، و70 غرام ديال الكاوكاو محمر ومطحون، ونص باكيه ديال الخماره، بيضه، جوج معالق العسل او كليكوز، وثلاثة معالق كبار ديال الزيت، والدقيق على حسب الخليط. في الاخر نقول لكم شحال اكزاكتومون. هنخدموا الزبده والسكر حتى يوليو بوماد. غادي نزيدو الزيت، نخدمو مزيان. انا كنخدم كل حاجه بوحدها، كاسه ندخلها مزيان عاد تنضيف الاخرى. كنزيد البيض، كنضيفو العسل او الكليكوز اللي عندكم، وعاد كنديرو البسكوي والكاوكاو في دقه واحده، وكنخليو مايزينا هي الاخرى. ونضيفو الخمارة غير نص باكية ماشي كاملة. كنضيفو الدقيق تدريجيا. انا هنايا دخلت لي هاد العجينه تقريبا 240 غرام، وتقدر تدخل لكم حتى اكثر على حسب النوعيه ديال الدقيق. بعد ما نكون جمعنا العجينه كنحصلوا على هاد القوام هذا، ما قاسحاش وما خفيفاش. من بعد كندوزو كنشكلو كويرات من فئه تاع 30 غرام، تقدو ديرو حتى 25 غرام، ولكن انا فضلت هذا الحجم هذا. كنكملو العجين ديالنا على هذا الشكل، وكنحصلو تقريبا على 27 حبه. كندخلوها الفران على عافية مهيلة تطيب على خاطرها، ونشوفوها تشقات وعاد ننزلوها لتحت، ما تجهدوش عليها البوطة. من بعد ما خرجناها من الفران هكا كتجينا كتكون مشقة، بالعكس ما تخافوش عادي، ملي تنشوفوها تشقات الوغ راها غادي تجينا هشيشة وخفيفة. كنشدو العسل يكون شوية مخفف من السم بالقرفة والليمون، وشويه ديال الكوك يكون محمر مع البسكوي. الحلوه خاصها تكون سخونه، عاد نطفوها في العسل باش تشرب لينا مزيان. كنخليوها مده شويه تكون طويله في العسل. انا غادي نخدم لكم هنايا غير جوج حبات ولا ثلاثه، شوفوا الشكل كي غادي يكون، ونخلي الحبات الاخرين في العسل. كندخلو داك الكوك مزيان في الحلوة باش منين نجيو نلصقو الشوكولا في الاخر ما تزلقش لينا. كتجينا فهاد الشكل هذا بحال الكروكيت. غادي نحل لكم هنايا واحد الحبة باش تشوفوها كي تجي من الداخل هشيشة. فريمون كتجي رطبه، ما غاديش تندموا عليها، غير جربوها.
ندوزو للتزيين. بالنسبه للشابو البيضين عندنا جوج طرق باش نقادوهم، يا اما ناخذ طابيت سيليكون ديال الماكارون، غادي نوريهم لكم في واحد التصويره هنايا، اولا غادي ناخذ دو بابي ديال سوبور ديال رابور باردون تتباعوا في المكتبات، جو بونس غير بدرهم الوحده. غناخذ جوجات، وحده غادي تكون الفوقي وحده غادي تكون التحت. غادي نكونوا تندوبوا الشوكولاته في الاثناء هذه، وناخذوا القرعات ديال كيتشوب ولا الموتار يكونوا باقيين جدادين، ونحطوا فيها الشوكولا ونشكلوا دوائر صغارين فوق البابي ديالنا. حاولوا هنا ما يكونوش الشوائب وفينيو، انا هنايا تنفيني غير باليديه. كناخذوا ديك البابي الثانيه ونحطوها فوق لي شوكولا ديالنا، ونضغطوا عليهم شويه بشويه باش يكبروا لنا في الحجم ديالهم. من بعد غادي ندخلوهم الثلاجه ولا الفريكو. من بعد ما نكونوا خرجناهم من الفريكو كنكونوا حصلنا على هاد الدوائر هذا بهاد السمك هذا اللي غادي نوريكم، تيكونوا رقاقين باش العضه ديال الحلوه ما تكونش صعيبه، كل ما كانوا رقاق كل ما كانوا حسن، يكونوا عاوتاني ساهلين في الخدمه. كنشدو هنايا لي فخوي سيك، اي فخوي كانت عندكم، ماشي ضروري تستعملوا هادشي انا اللي كنستعمل. انا هنايا درت لاكاجو، البندق، اللوز، لي فخوي كونفي، الورد البلدي، الليمون معسل ديجا محضره، وكنبداو نزوقو في الشابو ديالنا. واي فخوي درناه كنحطوه في الشوكولا بيضه باش نثبتوها مزيان وما تزلقش لينا. هسه كنحصلوا على هذا الشكل هذا، فريمون كيجيو زوينين شكلا واعر. ممكن ناخذوا الشوكولات الابيض اللي بقى لينا ونحطوه فوق الكويره باش نثبتوا مزيان داك القبعه البيضاء اللي غادي نحطوها في الفوق. في الاخر كنحصلوا على هاد النتيجه، فريمون الحلوه كتجي زوينه وهمويه، واخا بمكونات بسيطه كنحصلوا على حلوه تكون زوينه وما تحشمناش قدام الناس. نتمنى تعجبكم هاد الفكره وهاد الحلوه هادي، وتشاركوها مع صحابكم وحبابكم، ونتمنى ما تبخلوش عليا بجيم. وكي ديما اذا عجبتكم القناه ديالي ديروا ليها ابوني. نهاركم مبروك.